يبدو أن شهر أكتوبر هو شهر الحب والحرب عند العرب، وهو أيضا شهر رد الاعتبار وتنغيص عيش أسوأ جار وتحويل ليله إلى نهار. وفي خضم هذه المعارك الجارية في غزة هاشم، تبادر لذهني سؤال لطالما راودني: لماذا نعشق نظرية المؤامرة؟ وما هي بالأساس نظرية المؤامرة؟ وهل فعلا تؤثر في سير الأحداث؟ جهز فنجان قهوة وشاي حسب الرغبة، وانت تتابع أحداث طوفان الأقصى وتدعو بالنصر لإخواننا في فلسطين، وخليك مركز معاي شوي. وهذه المرة لا تعمل لايك ولا تشارك المحتوى وتشترك، المهم تدعو لإخوانك في الدين والإنسانية ليرفع الله عنهم الظلم والقهر. أنا فهد التميمي في فنجان جديد، وربما سيكون طويلا نوعا ما. لطالما ارتبطت الدسائس أو المكائد الروائية ارتباطا وثيقا بنظريات المؤامرة، والتي هي في جوهرها أفعال خيالية. لكن هذه السرديات التي غالبا ما تؤلف بحجة فهم العالم من حولنا، يمكن أن يكون لها تأثيرات حقيقية على حياتنا مع عواقب مأساوية أحيانا، كما يبين ذلك بيتر نايت. هذا هو مدخل مقال على الموقع الرسمي لليونسكو، راح أحط لكم رابطه في صندوق الوصف. وفي نفس الوقت راح أتكلم عن بعض مقتطفات هذا المقال أو البحث. المقطع التالي نقل حرفيا من الموقع: لطالما افتتن الكتاب بالعلوم الباطنية والجمعيات السرية والمؤامرات، بداية من باخوسيات يوربيديس ووصولا إلى شفرة دافنشي لدان براون. وتعرف المؤامرة الناجحة على أنها تلك التي لا تترك وراءها أثرا، ونظرية المؤامرة هي عمل خيالي يفترض وجود فريق سري يحرك الخيوط من وراء الكواليس، ومصدر إلهام لروايات تهدف إلى تعليل أحداث أو إضفاء معنى عليها بإدراجها ضمن مؤامرة عالمية واسعة النطاق، حتى لا تبقي تلك الأحداث وليدة الصدفة وحدها ولا معنى لها. ولأن كان الهدف الوحيد من وراء روايات الخيال تسلية القراء، فإن لبعضها تبعات مذهلة أو غير منتظرة على العالم الحقيقي. فالاستيلاء على مبنى الكونغرس الأمريكي الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 بدأ وكأنه محاكاة لدفاتر تيرنر، وهي رواية صادرة عام 1978 تغوص في عالم المؤامرة وتتخيل انتفاضة مروعة يقوم بها العنصريون المنادون بتهوق البيض. وقد كان لهذه الرواية المناهضة للحكومة تأثيرها على تيموثي ماكفايل، الذي فجر في عام 1995 مبنى فيدراليا في أوكلاهوما سيتي أسفر عن مقتل 168 شخص. وبالرغم من أن نظريات المؤامرة الموضوعة حول المتنورين تعود إلى تسعينيات القرن 18، فإن عددا من أغرب الروايات المتداولة على الإنترنت حاليا في هذا الشأن مستوحاة عن غير قصد من ثلاثية المتنورين عام 1975، وهي رواية هذيانية من صنف الثقافة المضادة، كتبها كل من روبرت شيا وروبرت أنتون ويلسون، وهما محرران في مجلة لايبول. وقد أثار انتباههما العدد الهائل من الرسائل الواردة على المجلة، والتي تتحدث عن جميع أنواع نظريات المؤامرة التي لا يصدقها العقل. فألف كتابا تخيل فيه أن كل هؤلاء المهووسون على حق، وأن المؤامرات التي يتحدثون عن وجودها موجودة بالفعل. ولعل بروتوكولات حكماء صفيون يقدم النموذج الأمثل لنص من جنس الرواية ملفق تماما رغم أنه اعتبر أصليا. فهذه الوثيقة المزورة نشرت لأول مرة في روسيا عام 1903، وقدمت باعتبارها محضر اجتماعات سرية لحكماء يهود يخططون للسيطرة على العالم. ومع أنه تم الاعتراف بها على أنها مزيفة في عام 1921، فإن ذلك لم يمنع من أن تصبح أحدى مصوغات المحرقة التي نفذها النازيون. ولا يزال هذا النص متداولا في العديد من البلدان حتى يومنا هذا، ويشكل الأساس الذي تستند إليه العديد من نظريات المؤامرة المعاصرة الموجهة ضد النخب وأنصار العولمة ورجال المال، وهي كلمات مشفرة غالبا ما يشار بها إلى اليهود. وقد
أظهرت بعض الدراسات أن أجزاء من الوثيقة المذكورة اقتبست من رواية غامضة من القرن التاسع عشر عنوانها بيارتس، نشرت في عام 1868 ونشرها الكاتب الألماني المعادي للسامية هيرمان جوتش، في حين أخذت عناصر أخرى من حوار في جهنم بين ميكيافيلي ومونتسيكو، وهو كتيب ساخر فرنسي نشره موريس جولي عام 1864 يهاجم فيه نظام نابليون الثالث. هكذا قدمت بروتوكولات حكماء صهيون على أنها عمل أصلي، رغم أنها مؤامرة متخيلة انتحلت أعمالا خيالية، فكيف لها تلك العواقب المأساوية التي نعلمها جميعا؟ تتميز الأعمال الخيالية بما في ذلك المزورة مثل بروتوكولات حكماء صهيون عن الأجناس الأخرى التي غالبا ما تظهر فيها نظريات المؤامرة مثل المقالات الاستقصائية ونصوص سجالية ساخرة، أفلام وثائقية إلى آخره، بقدرتها على تصور اجتماعات تآمرية مزعومة داخل غرف يلفها الدخان. ومع أن الأدب كان مهتما منذ عهود بعيدة بموضوع المؤامرة والجمعيات السرية، إلا أنه وجب انتظار القرن التاسع عشر لتصبح المؤامرة عنصرا مركزيا في العقدة الروائية. هكذا شهدت ألمانيا في القرن التاسع عشر ظهور الرواية التي تتناول الجمعيات السرية، في حين كان الكتاب البريطانيون ينظرون بمزيج من الافتتان والنفور إلى شبح الجمعيات السرية الماسونية الإيطالية منها والإيرلندية التي تتآمر على الحكومة. وسوف تكتسب الرواية البوليسية ورواية الإثارة التريلر شواهد الشهرة والاعتراف بهما في منعطف القرن العشرين، وهما نوعان ينهلان من شبهة وجود حقيقة عميقة تحجبها أو تؤشر إليها بعض التفاصيل الغامضة التي تظهر على السطح. خلونا مع النقطة الأهم، بروتوكولات حكماء صهيون. رغم أن العديد من المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية ومنها جامعة واشنطن أعلنت أن وثيقة حكماء صهيون مجرد تزوير واضح، وفي الوصف راح تجدون مراجع خاصة بجامعة واشنطن، وكان بالإمكان إدراج رابطة المنظمة اليهودية الأمريكية، ولكن الأمر يبعدني عن الهدف الأساسي وهو نظرية المؤامرة. ما الهدف من تعزيز نظرية المؤامرة؟ في عام 2021 كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بازل في المناطق السويسرية المتحدثة بالألمانية وفي ألمانيا المجاورة أن 30% من الأشخاص يصدقون ولو جزئيا بإحدى الإشاعات أو نظريات المؤامرة ذات العلاقة بجائحة كوفيد-19. يحجم دعاة نظريات المؤامرة عن الخوض في الدلائل والبراهين، ولا مجال للحجة على ما يؤمنون به في نقاشاتهم، والبحث عن الحقيقة غائب عن محاولات تفسيراتهم، إذ إن الحقيقة بالنسبة لهم هي ما يتوافق مع نظرتهم الخالية من التفكير العقلاني والبعيد أيضا عن قبول انتقادها. إن عقول أتباع نظريات المؤامرة بسيطة، تبحث عن أي سبيل متعلق بالعاطفة حتى تستدل بمجموعة معتقداتها ومبادئها الأخرى في الربط وبشكل غير منطقي وعلمي، وأن هنالك مخططا عالميا يستهدفه كنظرية أن شركات الأدوية متآمرة علينا بتصنيع وباء كورونا من أجل كسب الأموال. وما سمح بتعزيز انتشار هذه الظاهرة هي الطريقة التي تعمل بها منصات التواصل الاجتماعي بخوارزمياتها المبنية على أساس ما يطلبه المشاهد في توزيع وتصنيف المحتوى بهدف جلب المحتوى الجذاب لكل شخص وفق رؤيته لجميع أمور الحياة حتى إن كانت خاطئة بحسب تفاعلاته عبر تلك المنصات، خالقة بذلك البيئة المثلى لتفشي التضليل بدلا من الحد منها، بعيدا عن أن هذا الأسلوب يساهم في تعزيز الانقسامات بين الشعوب بزيادة قناعة كل فريق برأيه دون التفتح على الآخر مثل ما برز في فترة الانتخابات الأمريكية. تصل هذه التأثيرات السلبية إلى منصات رقمية رئيسية استخدمها معظم مستخدمي الشبكة العنكبوتية مثل محرك البحث جوجل، فعلى سبيل المثال عندما تبحث عن معلومات طبية من خلاله لا تخفي خوارزمياته نتائج البحث المزيفة المنشورة في إطار علمي، مما يطرح تساؤلا مهما عن النتيجة إذا لم يكن لدى الباحث معرفة بأهمية التحقق من النتائج، واستند فقط على نتائج جوجل في بحثه عن أعراض طبية بسيطة مثل الصداع والحرارة الخفيفة. فمن المحتمل أن يصدق أن لديه أيام معدودة يقضيها مع العائلة قبل وداع الحياة.
طبعا إذا انتقلنا من الفضاء الرقمي إلى غرفة الأخبار، فسنجد من متابعة سيل الأنباء المتواردة أن أكثر أنواع التضليل قوة في التأثير يكون فيما يتحدث عنه الكثير من الناس في الوقت الحالي، ويفتقر هذا الموضوع الرائج إلى المزيد من المعلومات لحداثته، مما يدفع بالمضللين إلى استغلال تلك الفجوة فورا عن طريق بث ما هو عار من الصحة. وخير مثال على هذا الفترات الأولى لتفشي وباء كورونا COVID-19. حتى يصدق الجمهور خبرا كاذبا يحتاج مروج نظرية المؤامرة إلى وصفة لإتقان طبختها، تتكون غالبا من مكونين رئيسيين، أحدهما عنصر الوقت المناسب عندما يكون الموضوع المستهدف هو الأكثر تداولا في الوقت الحالي أي ترند، ثم ثانيا عنصر العاطفة وهو بهارات الوصفة، ويتمثل في استمالات الجمهور في اختيار ووصف القصة المضللة أو المقطع أو الصورة المزيفة حتى تستدعي مشاعر المتابع ويصدق ما يرى دون تكبد عناء البحث عن الحقيقة. وتلك أمور في غاية الأهمية نضعها في الاعتبار عند التحقق من منشور مشكوك في صحته. إجمالا فإن نظرية المؤامرة والأخبار الكاذبة بأشكالها أمراض مجتمعية، ويستلزم في أي مرض توافر بيئة مهيئة لتفشيه. وهنا ترسم أشكال هذه البيئة عدة أمور، هي الجهل بالقصة المنشورة، وانعدام الوعي بأهمية التبين من صحة ما يرى، وتجاهل الحذر من إعادة النشر قبل التأكد من صحة ما يرى أو يشاهد، وعملية نشرها بعمد أو دون قصد، فعل تضليلي ينبغي لمكافحته تقوية مناعة المتلقين للأخبار الكاذبة بالتوعية بأخطارها في المقام الأول، ونشر الوعي بأهمية التحقق من كل ما نرى أو على الأقل اللجوء إلى الخبراء في هذا المجال من وحدات خاصة بالتحقق وتحليل الفبركات والزيف، إضافة إلى أهمية معرفة أن خداعنا بما هو منشور قد يأتينا في أشكال مختلفة من دعايات وكذب وإشاعات. هذا بالضبط ما ينبغي أن نفهمه في محاولة الإجابة على السؤال السابق، لماذا نتبنى نظرية المؤامرة؟ وهذا السؤال سأطرحه عليكم أنتم وتطلع لمعرفة إجاباتكم، وأنت تشرب قهوتك في فنجانك وأنا معاك. فلندعو لإخواننا في فلسطين المحتلة بأن يشملهم الله بعنايته وأن ينصرهم على عدوهم، وأيضا أن نبتعد عن نظريات المؤامرة لأنها تشكل صورة ذهنية سلبية وخاطئة عن الأحداث الحقيقية. طابت أوقاتكم.